طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين، انما كنتم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ملاعب عبر قناه التغيير الفضائيه. هذه الحلقه تاتيكم اليوم بحله جديده مثل ما شاهدتم، وان شاء الله تكون ايضا ممتعه من ما موجود بها من مواد وايضا من ضيوف اعزاء ستتعرفون عليهم بعد قليل. اليوم الحلقه مخصصه عن الانديه العراقيه بالتاكيد وما ينتظرها في المرحله المقبله، لكن قبل ذلك مثل ما تعلمون أن الكابتن ناظم شاكر يمر حاليا بظروف صحية صعبة جدا، وكانت ليلة أمس من أصعب الليالي التي مرت على الكابتن الكبير والدولي السابق والمدرب المعروف الكابتن ناظم شاكر، حيث دخل بغيبوبة لفترة ليس بالقصيرة، لكن صباحا تحسنت حالته بشكل جزئي وأفاق من غيبوبته، وبالتالي تعرف على من موجود حواليه من عائلته والمحبين وما إلى ذلك. لكن ما زال وضع الصحي للكابتن ناظم شاكر ليس على ما يرام، فهو لم يتجاوز مرحلة الخطر، ولكن نحن نتحدث أن يوم أمس كان الحديث أنه هو كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعندما تحسنت الحالة نسبيا إن صح التعبير الجميع تنفس الصعداء أن هناك أمل. وبالتأكيد نحن في برنامج ملاعب والجماهير والرياضيين الجميع الآن يدعو للكابتن ناظم شاكر بأن يعود إلينا من جديد، وأن يلبسه الله الصحة والعافية في قادم الأيام، وأن يشفى إن شاء الله من مضاعفات فيروس كورونا. طبعا نشر منشور ابن الكابتن ناظم شاكر ليلة أمس، فجر ليلة أمس وتحديدا في الساعة 1:10 فجرا، تحدث فيه عن حالته الصحية التي كان مثل ما تشاهدون، كاتب الآن الوالد ينازع الموت وحالة تزداد خطورة، وأدعو لوالدي عسى الله أن يستجيب الدعاء، فهو بين يدينا الرحمن الآن. الساعة 1:10 منتصف الليل 11/9/2020. وللحديث أكثر عن حالة الكابتن ناظم شاكر في هذه اللحظات وما هو منتظر بالنسبة صحيا وما ينتظر الكابتن صحيا، ينضم معي أحد أقارب الكابتن ناظم شاكر اللي هو عديلة للكابتن ناظم شاكر، اللي هو الدكتور البروفيسور دكتور مجيد خضر أحمد. ورحب بك، أجمل ترحيب دكتور، منورني، وإن شاء الله الكابتن ناظم شاكر يكون بصحة وعافية الآن. حياك الله أستاذ نور. أهلا وسهلا. وحيا الله أستاذ وليد الزيدي، وسلام الناصر ضيوفة الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذ أو دكتور مجيد. دكتور مجيد، أول شيء طمنا ووضعنا بالصورة بالنسبة للكابتن ناظم شاكر، كيف هي الحال الآن وكيف كانت الليلة الماضية؟ الحقيقة يوم أمس كان يوم حزين جدا، وكان يوم صعب علينا. خيرونا يعني الأطباء التيم المشرف على حالة الكابتن معالج له، اتصلوا بنا نحن في المستشفى طبعا، دخلنا عليه قالوا ان امامكم خيارين، اما ان يعني تتركوه هكذا ونسبه الحياه بالنسبه لديه معدومه، او انكم تختارون ان نضع له تيوب في فمه يدخل الى المريء والى يعني هناك حاله تنفس اصطناعيه تكون له، وهذه الحاله يعني نسبتها في الاقليم صفر النجاح، لكن في العالم 2%. اتصل بنا كابتن عدنان دجال ايضا، استشرفنا رايه، استشرفنا راي الدكتور شاكر ايضا، جلسنا نحن عائله الكابتن لنتخذ القرار. كان يعني قرار صعب جدا ان حياه الكابتن تكون بيدينا. قررنا بعد ساعه اننا نترك الكابتن هكذا، احتراما يعني لتاريخه، احتراما لجمهوره، لا نستطيع يعني أن نضع تيوب في فمه يعني ونتثبت في قتل يدنا، لكن القدر وأن دعاء العراقيين تدخل، وبفضل الله تعالى والدعاء اتصل بالدكتور مرة أخرى دكتور روج، قال أن الكابتن بدأ يستعيد جزء من وعيه، فننتظر. يعني اليوم تغيرت الحالة إن شاء الله، يعني لا أقول هناك أمل كبير، يعني بسيط الأمل. الطبيب المعالج للكابتن قال لي بان يعني فحوصات اليوم الى حد ما تحسنت، لكن المشكله الحقيقه يعني الناس ربما لا تعرف بان نسبه الاكسجين يعني المعول عليها طبيا هي ليست التنفس فقط، التنفس لديه جيد، ارتفع يوم امس يعني حتى وصل الى
التسعينات. نعم. المشكلة في الأكسجين في الدم، يعني CO لديه نقص الكارتين يعني وصل إلى 50%، وهذه حالة خطرة جدا. نعم. فضلا عن أن حالة الوعي المرافقة له هي واحدة من الأمور المزعجة جدا والخطيرة بالنسبة للطفل. نعم. يعني يخشى الدكتور أنه ربما يسترجع الماء أو الطعام في داخل المعدة يصعد على الصدر لا سمح الله. نعم. ويتسبب بوفاة الكارتين لا سمح الله. نعم. هذه من المسائل الصعبة جدا اليوم. أكيد. نحن نتابع منذ يوم أمس إلى الآن. الآن سألتني عن حالتي الآن. نعم. الآن الطبيب يقول أنا الآن يعني في المستشفى إن شاء الله سندخل عليه. نعم. وينزل الدكتور من العناية المركزة ويتكلم معنا. هناك تحسن بسيط جدا، لا نقول أنه تحسن يعني يبعث على الأمل كثيرا، لكنه تحسن عن حالتي يوم أمس. أن نسبة الأكسجين بالدم تصاعدت في الفحص الأخير قبل ساعة. نعم. وهذا أيضا مبعث للأمل إن شاء الله. إن شاء الله. وأيضا نسبة الأكسجين تصاعدت، لكن لا زالت حالة الإغماء الجزئي يعني مصاحبة للكارتين، وهذه حالة مزعجة جدا. نعم. نتمنى من الله، نحن لدينا أمل إن شاء الله. طيب. يعني أنه العظام يا رمين. نعم إن شاء الله يا رب. طيب الله. دكتور أسألك سؤال أخير قبل ما يعني أتركك، نعرف ظروفكم صعبة والله يعينكم، وشكرا لخروجك وتحدثك عن هذا الموضوع حتى تتعرف الجماهير العراقية على الحالة الصحية. طيب اليوم إحنا نتحدث، إلى متى ممكن تبقى هذه الحالة بالنسبة للكابتن؟ حديث الأطباء في هذا الجانب يعني شنو ممكن ننتظر، يوم أو يوم أو يومين ممكن أن تتحسن الحالة؟ يعني الموضوع المستقبل هل هو معلوم؟ ما هي الخيارات المتاحة الآن؟ عملية نقلة إلى الخارج شون يعني فات الأوان الآن لنقله إلى الخارج؟ هاي الموضوع بالذات. دكتور تسمعني؟ أن نقله إلى الخارج أصبح أمر يعني من الماضي. لا يمكن الآن نقله إلى الخارج نهائيا. يعني الأطباء في بغداد، دكتور وليد الأنصاري، التيم الذي شكله السيد رئيس الوزراء المحترم، متواصل يوميا مع التيم الموجود في المستشفى بقيادة دكتور روج. يعني قالوا هذا الأمل انتهى بالنسبة للنقلة، الآن حالته لا تسمح حتى لدقيقة واحدة، حتى لنصف دقيقة. يعني أن ننقل إلى أي مكان، الحركة خطيرة جدا بالنسبة إليه. يعني يوم أمس كان ينازع الموت الحقيقة، كنا ننتظر خبر مفجع لا سمح الله. لكن بالنسبة للسؤال الآخر، يعني ما هي فرصة شفاء مدى يعني المدة المحددة له؟ هذا السؤال يوميا نطرحه على الكادر. تعرف حضرتك يعني هذا المرض مرض خطير ومرض مستحدث، يعني ليس هناك إجماع كامل على هذه المسائل، ولكن بشكل عام يعني الصدر متضرر بنسبة 80% صدر الكابتن. بدأ يعود تدريجيا يوم أمس، يعني الأشعة كانت إلى حد ما أفضل من السابق، يحتاج إلى وقت، يعني لا يستطيع الأطباء الجزم بالمدة، لكن على الأقل إذا يعني هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله إذا استعاد الوعي يكون هناك حديث آخر، ربما يحتاج إلى وقت ربما شهر ربما أقل حتى يخرج من العناية المركزة. وندعو الله فقط يتجاوز الأزمة اليوم. إذا كان استرجع الوعي إن شاء الله ستكون الفرصة للنجاة كبيرة بعون الله تعالى. إن شاء الله أمنياتنا للكابتن إن شاء الله بالصحة والسلامة، وإن شاء الله نسمع أخبار حلوة وطيبة بالفترة المقبلة وبالساعات المقبلة والأيام المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور مجيد خضر أحمد اللي أحد أقارب الكابتن ناظم شاكر وعديلة، كنت ضيفا من أربيل. مثل ما سمعتوا يعني هذه حالة الكابتن الآن، نتمنى السلامة والصحة للكابتن، يعني لا نريد أن نفجع بنجم آخر، وإن شاء الله يتعداها الكابتن. الحالة ليست سهلة، الحالة خطيرة ما زالت، يوم أمس كان قريبا من الموت لا سامح الله مثل ما تحدث الدكتور مجيد، ولكن نبقى ننتظر أمر الله، وإن شاء الله يعني دعاء العراقيين والجماهير العراقية أن يكون ناظم شاكر بصحة وعافية وأن يستعيد عافيته شيئا فشيئا إن شاء الله. الآن دعوني أرحب من بغداد بداية قبل أن أخذ بعض المتابعات، أرحب بالعميد وليد الزيدي من بغداد، نائب رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوى الجوية واحد المرشحين للانتخابات المقبلة. أهلا وسهلا بك عميد وليد، وشكرا جزيلا لتلبيتك الدعوة وظهورك معنا في برنامج ملاعب. تحية لك أستاذ نور لقناتكم قناة التغيير والمشاهدين قناة التغيير، وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا عميد وليد. طيب خلينا قبل ما وأيضا أرحب بضيفي من لندن الصحفي والإعلامي الرياضي الأستاذ سلام المناصير، رحب بك أجمل ترحيب أستاذ سلام، سعيد جدا بتواجدك معنا اليوم في حلقة ملاعب. أهلا وسهلا.
مساء الخير نور، طبعا أنا سعيد بتواجدي معك من جديد، وتحياتي لك ولكل مشاهدي قناة التغيير وللضيف الكريم السيد وليد الزيدي. أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا الكرام نبدأ حلقتنا بمحاورها لهذا اليوم. دعوني أذهب لطبعا خبر الاتحاد العراقي حول الحكام الذين العراقيين الذين سيشاركون في دوري أبطال آسيا. الآن التجمع لأربع مجاميع لغرب آسيا في دوري أبطال آسيا، نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم خبر مثل ما نشاهد الآن على الشاشة، اللي هو حول وصول حكامنا إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثي، التحكيم كابتن علي صباح ومهند قاسم وواثق مدلل من أجل المشاركة في تحكيم مباريات دوري أبطال آسيا المزمع انطلاقة مبارياته يوم الرابع عشر من هذا الشهر في الدوحة. وأيضا حكامنا مثل الخبر يقول حكامنا وصلوا إلى العاصمة القطرية وأجروا الفحوصات الطبية الخاصة بكوفيد 19 وبانتظار نتائج الفحوصات قبل اعتمادهم بشكل رسمي في البطولة. وأيضا حكامنا الآن يقيمون حاليا في أحد فنادق العاصمة القطرية في الدوحة بوضع آمن تحت إجراءات وقائية صحية مشددة، ومن المؤمل أن يتم الكشف عن أسماء الحكام المشاركين في دوري أبطال آسيا بعد ظهور نتائج المساحات الطبية إلى حتى وراها يبلشون توزيعهم على المباراة. طبعا احنا قبل السفر كان لدينا لقاء خاص أجرى مراسلنا أمين شرات، تحياتنا اللي هو طبعا بلش معنا من فترة، نتمنى له التوفيق إن شاء الله للزميل العزيز أمين شرات. أجرى اللقاء الخاص والحصري لقناة التغيير ولبرنامج ملاعب مع الحكم الدولي مهند قاسم، تحدث فيه حول هذه المشاركة وكيف كانت الاستعدادات في ظل توقف النشاطات الرياضية في العراق لحد الآن. دعونا نشاهد هذا اللقاء. طبعا المباريات هي تعطي يعني دافع اكبر، يعني سواء كمستوى وكلياقه بدنيه، تعرف المباريات لها نفسها الخاص وتمرينها الخاص، لكن مع هذا قدرنا خلال هاي الايام ان نكون نطبق منهاج مهم جدا خلال هاي الايام، يعتمد على المرونه والمهاره ورفع مستوى اللياقه. قدرنا خلال هذه يعني تقريبا شهر الى 40 يوم من استعداد انا واخوتي علي صباح وواثق المدلل تحت اشراف بعض المدربين اللياقه البدنيه المتواجدين في ملعب وزاره الشباب والرياضه. دوري ابطال اسيا او المجاميع الاربعه اللي راح تكون في الدوحه اللي هي تخص غرب اسيا اللي يشارك بها الفرق السعوديه والقطريه والاماراتيه والاوزبكيه والايرانيه، ومن خلالها راح يطلع بطل غرب اسيا، يعني بطوله كانت حوالي اكثر من 20 يوم. بها اختبار لياقة بدنية وبها محاضرات على بها تطبيق الفار. فاحنا يعني الحمد لله بعد ان حصلنا شهادة انا والاخ العزيز علي صباح شهادة الفار، راح يعني يمكن ان نكون بالادوار المتقدمة من هاي البطولة ان شاء الله. اذا حققنا مستوى طيب يليق بسمعة الحكم العراقي وحسب تقارير المقيمين في هذه البطولة راح نوصل للادوار النهائية واللي دائما نكون احنا متواجدين بها، باستثناء يعني بعض البطولات اللي ما كان ان يعني شهاده الفار بها. الحمد لله اليوم احنا محصلين على شهاده الفار ونقدر نوصل لابعد مستوى بالبطوله ان شاء الله. طبعا بالتوفيق لحكامنا جميعا وايضا بالتوفيق لنادي الشرطه المشارك في هذه البطوله. الان ابدا محوري محاورنا مع ضيوفي ضيفي العزيزين من بغداد ومن لندن. ابدا مع العميد وليد الزيدي. عميد وليد، حراك الأندية منذ شهرين لثلاثة بدأ يتصاعد شيئا فشيئا إلى حين وصولا إلى الإعلان عن تشكيل رابطة الدوري الممتاز. هذه الرابطة كفكرة الجميع رحب بها، الجميع يريد أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من طريقة إدارة الرياضة ومن ضمنها كرة القدم وحيثيات كرة القدم، لكن اليوم كيف ترى واقع هذه الرابطة في ظل ما يحدث في الوسط الرياضي بشكل عام وعملية إصلاح وتقاطعات الآن موجودة خصوصا مع الهيئة التطبيعية؟ ما هو أملكم من هذه الرابطة في الفترة الحالية؟ ونحكي واقع، لا نحكي فقط أحلام، الأحلام مسموحة، لكن واقعنا ما هو المرجو من هذه الرابطة؟ عميد وليد تسمعني؟ اسمعك حقيقه. قبل لا اتكلم، نعم، لان الشق الاخير من كلامك ما سمعته. نعم، قبل لا اتكلم اول مره تحيه للاعلامي الاخ العزيز سلام المناصري، يعني من بديت ما كنت اعرف وظيف معاكم. نعم، فيعذرني يعني، تحيه له. اثنين يا اخي، الاحلام هي نوبات الفكره تبدا بحلم، بس هذا الحلم يتحول الى حقيقه. نعم،
احنا صار لنا فتره طويله بجروب الانديه نتناقش بيناتنا ليش يعني كانديه احنا وانديه العراقيه مثل ما يقولون ما ان رابطه مثل ما موجوده روابط اذا كانت بدول الجوار اذا كانت بدول اوروبيه. وثانيا يعني خاصه من صارت مشاركات خارجيه والجويه، احنا جويه طلعنا اشتركنا بآسيا وبالاتحاد آسيا واحتكينا. نعم. شفنا المفروض اكو رابطه، لان الرابطه من الصير يعني بالنفع والنفع الكبير على الانديه الرياضيه اذا كانت ماديه واذا كانت فنيه. ولهذا الفكره تبلورت لدى الانديه بجروب الانديه، بعد ما تبلورت شكلت لجنه بسيطه من بين الانديه، كنت انا يمكن نائب رئيس اللجنه واخ العزيز فراس بحر الام رئيس اللجنه صار ومعانا اعضاء، فبدينا نبحث ونطاوع بال وموجوده الانظمه الاساسيه على اقل تقدير لدول الجوار. استطعنا نعد مسوده نظام اساسي واكو توافق كامل بين الانديه، ماكو اي تقاطعات. ممكن شفت وصار اعلان عن تاسيس الرابطه. الخطوه الثانيه هي صعبه جدا، يعني احنا لازم نعترف اليوم اذا ما تعترف بحجم المسؤوليه الملقاه على عاتقك اكيد ما راح انت تبدا ولا راح تقدر تنجح ولا توصل للهدف المنشود. نعرف المهمه صعبه ونعرف اكو ناس ما تستسيغ هاي الفكره وما تتقبلها، لكن احنا ماضيين بالطريق. منو مال ما يستسيغوها عميد وليد؟ منو ما يستسيغها؟ يعني تتوقع يعني الهيئه التطبيعيه يعني تقصد؟ أكيد. الهيئه التطبيعيه شلون كانت مرحبه ام لا؟ لا الهيئه التطبيعيه ترى امانه الله يعني رحبوا بالفكره. نعم. وحاليا احنا راح نعمل كتاب حتى يدخل في النظام الاساس للاتحاد العراقي حتى ياخذ شرعيه كوجود رابطه. اثنين راح نمضي وراها بشروط التاسيس والتسجيل الرابطه. وبعد ذلك خطوه خطوه ان شاء الله مخططين احنا، مو هذا الموسم، الموسم اللي بعد الرابطه راح هي تاخذ زمام الامور بما يخص الدوري العراقي بكل تفاصيله. نعم. طيب ضيفي سلام المناصير ورحب بيك من جديد ايضا. رابطة الدوري هي رابطة متواجدة في كل الدول تقريبا، لكن اليوم كيف تنظر إلى تأسيس هذه الرابطة في ظل ما موجود في الواقع العراقي في هذه الفترة على الأقل من تقاطعات، من عملية تغيير واسعة؟ أنت تشوف هناك تغيير بالقوانين، هناك تغيير في طريقة العمل، هناك قانون لجنة أولمبية جديد، يعني العديد من الحراك الآن الرياضي في كل الاتجاهات. تشكيل هذه الرابطة شلون تشوفه؟ عزيزي نور، يعني لو سمحت لي أنتهز هذه الفرصة. أولا يعني أتقدم بحر التعازي للوسط الرياضي في مدينة البصرة. نعم. بعد يعني فقدان يعني واحد من رموز الرياضة البصرية الأستاذ كاظم جبار السوداني. نعم. الذي توفي ليلة يوم أمس. نعم. يعني أتمنى له يعني أن يعني الرحمة والمغفرة وأن ولأهله الصبر والسلوان، وكذلك أتمنى للكابتن العزيز ناظم شاكر الشفاء العاجل إن شاء الله وأن يتجاوز هذه المحنة بإذن الله تعالى. يا رب. عودا لسؤالك، طبعا أنا يعني أتفق في جزئية وأتفق في جزئية أخرى تحدث بها السيد وليد الزيدي. نعم. أولا الجزئية الأولى الحلم، طبعا كل إحنا يعني الكل يريد رابطة تكون رابطة متميزة تؤسس إلى مرحلة مهمة جدا، لأن هناك بعض البلدان أيضا، بلدان أيضا عربية ومجاورة أيضا جربت هذه الرابطة ولكنها فشلت. أي المعنى أن يكون هنالك الأساس والقاعدة الرصينة حتى أنت عندما تؤسس الرابطة، الرابطة هي نتاج الأندية العشرين، أندية الدوري الممتاز. سواء التي ستكون 20 أو 18 أو 16 لاحقا. هل هذا يعني بأن الأندية الآن هي قادرة بأن تشكل رابطة؟ هل هي وصلت إلى درجة متميزة أو مو متميزة؟ مقبولة، لا أقول جيدة، مقبولة في أنديتها عندما تنقل لي هذه الفكرة في 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 رابطة الدوري الممتاز. لا أعتقد بأن الآن الأرضية أو حتى الأفكار والشخصيات، مع كل احترامي وتقديري لشخصياتهم ولأسمائهم، ولكني أنا أرى الوقت ليس مناسب، وهذا طبعا ما يدلل ربما بأنها محاولة مجرد يعني أن تكون للبعض أن يريد أن يتصدر المشهد، أو ربما يريد أن يتلاعب بمحور انتخابي، كما تعلم بأن اتحاد الكرة مقبل على انتخابات جديدة. وإلا نور أنت تتفق معي بأن أنديتنا غير مهيئة تماما بأنها تنقل تجربة الرابطة. أنا الآن معي النظام الأساسي لرابطة الدوري المحترفين السعودي، عندما تقرأ أول بند من الرابطة ستصدم. يعني أولا هو لموضوع التسويق واستثمار الرابطة والرعايات والإعلانات التجارية. نعم. أعطيني الآن نادي بالعراق لديه استثمار أو لديه هو الآن ينتفع من الإعلان أو من يعني في موضوع اليوم الإيرادات غير الحكومية، كل أنديتنا بلا استثناء
تعتمد على الإيرادات الحكومية. أيضا عندما أنت تؤسس إلى رابطة لابد أن تكون لديك أفكار، لديك تكون هنالك يعني الرابطة تكون قادرة بأنها تنهض بنفسها. أنا أعتقد ربما المشروع يحتاج إلى عمل كثير، يحتاج إلى دراسة أعمق، يحتاج الأخوة في الأندية بأن يهتموا بأنديتهم أكثر. عندما يكون هناك نجاح في الأندية سينعكس إيجابا على الرابطة. هذا لا يعني بأني من بالضد من الفكرة أبدا، أنا مع الفكرة 100%، ولكن مع الشروط التي أراها التي تكون مناسبة لإنطلاق هذه الرابطة، حتى أن تولد هذه الرابطة تولد قوية وليست طيب. أستاذ سلام، أستاذ سلام، يعني أنا فاهم أنت تخوفاتك وفاهم توجزاتك من هذا الموضوع. خليني أعود للعميد وليد. العميد وليد، أنت تعرف اليوم بالحراك، يعني بإنشاء الرابطة مع الحراك المتواجد الآن، مع إنشاء وقرب التصويت على قانون الأندية اللي قرأ قراءة ثانية في المجلس في مجلس النواب قبل أيام، وننتظر التصويت عليه بشكل نهائي، ستتحول أنديتكم إلى شركات. طرح الزميل سلام بعض التخوفات في طريقة عملية التسويق اللي هي بالأساس من صلب عمل هذه الرابطة سيكون. هل أنتم لديكم القدرة على هذه العملية التسويقية والإدارية في هذا الجانب لتوفير مبالغ مالية وبالتالي توسيع وتعظيم الإيرادات المالية لكل الأندية من خلال أحد الأبواب هي رابطة الأندية؟ هل أنتم ستكونون على جاهزية تامة لإدارة هكذا مشروع ضخم؟ قبل كل شيء حقيقة أستاذ نور، يعني خلي نتكلم، يعني أستاذ سلام قال تجربة فشلت في أكثر قسم من دول الجوار، صحيح فشلت. ومثلا عندك الأردن فشلت، راد يسوي الرابطة ما قدروا لسبب بسيط جدا، لأن الأندية الأردنية تمويلها من الاتحاد الأردني، والاتحاد الأردني ما من مصلحته أن تصير رابطة بمعزل عن الاتحاد. هاي نقطة. النقطة الثانية، إحنا واقعيين جدا ولسبب بسيط، أنه رابطتنا بالبداية طموحنا أنه نشكل رابطة الدوري الممتاز وليس رابطة محترفين، لأنه نعرف كل زين معايير رابطة المحترفين شروطها أعلى بكثير من رابطة الدوري الممتاز. الخطوة الثانية، أتمنى على أخوي الأستاذ سلام أنه لا يكون بهذه القسوة مع الأندية، المفروض يتعاون مع الأندية. يعني اليوم هي فكرة، ومن طلعت الفكرة إلى تأسيس، وبعد التأسيس يعني كان المفروض بأن يعيننا ويساعدنا في بعض الخطوات بدل ما أن يحبطنا ويخلي معنوياتنا دون الصفر في الوقت الحاضر. أنا يعني أقول رابطة أكيد يساعدكم سلام، ما يقصر أستاذ سلام، يعني إذا أريد يساعدكم أكيد ما يفتح عليكم بشيء. ستيب باي ستيب. إحنا مخططين للرابطة السنة القادمة، ما راح نقدر السنة القادمة مجرد تحضيرات كاملة، والدوري راح يقود الاتحاد السنة الوراها، وعندنا معطيات اللي تخلينا ننجح. واحدة من معطياتنا اللي احنا بادين مخططين لها، انه مثل ما قلت الاندية الرياضية قانونها، البارحة احنا قاعدين مع اللجنة البرلمانية الاندية العشرين اغلبنا وناقشنا تعديلات القانون، والقانون ظاهرة النور، من راح نور نور راح يعطينا مساعدة كبيرة خاصة فيما يخص التسويق وما شابه ذلك، ان انديتنا راح تتحول الى شركات. فاني ما اليوم ابقى قاعد ومحبط والله القوانين وخلت تكمل، يعني العالم كله شلون بدأ خطوة الالف ميل تبدأ بخطوة أولى. أنت الخطوة الأولى مهمة جدا، يعني هسه الخطوة الأولى ما سوينا ولا راح نأثر على الرياضة العراقية من قررنا الرابطة، وراح راح نأثر من سوينا النظام، وما راح نأثر بالخطوة الثالثة إذا قدرنا نبحث عن تمويل للرابطة مثل ما يقولون. وأنديتنا صح وتميل أغلبها حكومي لكن هي مستقلة عن الاتحاد، وما دام مستقلة فأعتقد راح تنجح. وبالعكس يعني الانتقادات اللي تصير لنا راح تخلينا اكثر اصرارا على انه الرابطه ترى النور. ولا انا اختلف وياك، وشخصيات وشخصيات محترمه الاستاذ سلام موجوده بالانديه الرياضيه، واكو افكار وعقليات واكو طاقات شابه اعتقد راح يستطيعون، لكن انا ما اريد اسوي الامور ورديه 100%، يستطيعون ان كخطوه اولى يمشون خطوه خطوه بتاسيس الرابطه. وفي فتره اعتقد انا ما راح اصير جدا طويله، جوز سنه او اكثر، راح الرابطه ترى النور ان شاء الله. ان شاء الله استاذ سلام، يعني يعني يقول لك لا تحبطني، احنا ممكن يعني نبلش بخطوه. هم عارفين الوضع الحالي وعارفين انه هي صعبه، هي مجرد رابطه دوري ممتاز، لكن اليوم احنا كاعلام بشكل عام برايك كيف ممكن نتعامل مع هذه الرابطه؟ هل ندخل معاهم على الخط بحيث ونوجه وننتقد ندعم؟ ايضا ملاحظاتك هي مهمه، وانا ايضا لدي نفس الملاحظات، لكن احيانا الإعلامي ممكن يكون قاسي في اتجاه معين. هل نحن قساة على تشكيل هذه الرابطة، وردة فعل الإعلام بشكل عام كانت نوعا ما قاسية، أم هو هذا واقعنا
ومن تجارب الماضي والتاريخ يتكلم بذلك. طبعا انا يعني اكون كل الاحترام والتقدير للسيد وليد الزايد، ولكن انا يعني كما تعرفني انت نور يعني علاقتنا تمتد يعني لفتره طويله. نعم. انا لست مجامله، عندما تكون هناك بعض الاشياء التي تستحق التحيه والتصفيق ساصفق، ولكن عندما ارى مثلا بدايه هذه الرابطه باسماء شهاده نور، الاسماء التي كتبت في اول يوم. نعم. هذه طبعا تجعلني بان انتقد واصرق بالانتقاد من اجل ان تكون الخطوات صحيحه. السيد وليد الزايدي يقول علي بأن أدعمهم، لكن الدعم أن لا يكون أنا أدعمك بطريقة هي ربما ستقودك لبنيان خطأ. أنا أدعوك أقول لك لا تستعجل في الرابطة بقدر ما أنت تهتم في ناديك أولا. عندما تنقل تجربة في النادي، تجربة إدارية، أنا لا أقصد، مع احتراماتي لكل الشخصيات والأسماء اللي موجودة في إدارات الأندية العراقية، ربما ممكن حتى لا أكون ظالم، بنسبة 95% لدينا هنالك مشاكل إدارية وجهل إداري. وإلا السيد وليد الزايد يعلم جيدا الكثير من عقود الأندية التي خرجت إلى العلن أثبتت بأن هنالك جهل إداري حتى في كتاب العقود. هناك الكثير من التفاصيل، هناك بعض الإيرادات التي ما زالت لا تعطي مستحقات اللاعبين يعني السابقين. أعطي مثال، مثلا لدي يعني مثلا في نادي الكاخ للأستاذ العزيز شرار حيدر، وهو صديق عزيز وأكل له كل الاحترام والتقدير، ولكن وصلتني أكثر من مناشدة وبقرارات قضائية من قبل لاعبي كرة اليد، صار لهم أعتقد 4 إلى 5 سنوات عندهم قرار قضائي، ولكن يقول لهم أنا ما أدفع، من تروح نجيبه. ما يصير هذه الطريقة. أنت من تجي اليوم تتأسس لرابطة الدوري الممتاز، أنت اليوم لابد أن تكون هنالك الأندية تتعامل باحترافية. يعني السيد وليد الزايدي يقول إحنا ما راح نوصل للاحترافية، يحتاج لنا فترة طويلة، إحنا سوينا الرابطة. هو تعرف ليش سووا الرابطة؟ لسببين، ربما أكون مخطئ ولكن هذا رأيي، قراءتي الخاصة. نعم. تقول السبب الأول أن يكون هنالك محور انتخابي، لدينا انتخابات تحت كرة القدم، واحد. اثنين، السبب الآخر وهو الأهم، هناك بند في الرابطة يقول استحصال الأموال من النقل التلفزيوني والرعاة تكون من قبل هذه الرابطة. إذن هم لديهم مشكلة في موضوع استحصال الأموال. أنا مع الرابطة 100%، ولكن بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. الآن ممكن أتخلق ببعض التفاصيل، يعني السؤال، الرابطة نور، سمعت أنت رابطة أن لا تكون محايدة؟ يعني مثلا أحد أعضاء الأندية الـ20 اقترح بأن تكون الرابطة على غرار تجربة الحكم، كل شهر رئيس نادي. هذه كارثة معروفة في كل روابط العالم. أنا الآن لا أضرب الأمثلة يعني أينما أنا متواجد الآن، رابطة الدوري الإنجليزي أو رابطة الدوري الإسباني، أبدا أتحدث الآن. عندي نموذج رابطة الدوري السعودي، شيل كلمة المحترفين من الدوري السعودي، نجي نتعامل، يقول لك لابد أن يكون رئيس الرابطة محايدا، ليس من الأندية الـ20. كل العوامل يعني العاملين عفوا في الرابطة تكون يعني طيب. يكونون أشخاص محايدين. نعم. أنا أسأل السيد وليد الزايدي، هل تؤيد بأن تكون الرابطة محايدة بنسبة 100%؟ خلي جاوب أستاذ وليد. يعني السؤال موجه لك من الأستاذ سلام، يعني يقول لك الرابطة حقيقة. لازم تكون يعني هناك حيادية. حقيقة عدد السؤال أخاف مسمع زين، إذا وصلك السؤال لا تفضل بالإجابة. سمعت. أولا قبل لا أجاب على سؤاله. نعم. يا أخي ماكو ربط بين أنه اليوم النادي وأمكانية النادي وأنت اليوم الدوري الاتحاد إذا داره أو غيره، هو الاتحاد العراقي يدير الدوري العراقي، وكل الأخطاء اللي موجودة والسلبيات يتحمل الاتحاد لأنه هو صاحب القرار وهو اللي ينظم الأمور. نعم. فمن تصير الرابطة راح تصلح من كثير من الأمور الإجرائية اللي طرق لها الأخ سلام، وأكيد راح العمل الإداري يتطور أكثر، وأنا أيده بهاي. بالعكس احنا ردنا الرابطة احنا ننظم. اثنين، القضية الانتخابية، صدقني احنا بعيدين كل البعد عن الأمور الانتخابية، لأن ماكو ربط بين الرابطة وبين الانتخابات، لأن احنا اليوم جروب أندية والجروب. لا هناك بعض التسريبات تقول هناك محور انتخابي. لا فضل رخصك بس أرجوك خلي أوصل الفكرة. نعم. خلي أوصل الفكرة. فاليوم احنا جروب موجود 20 نادي ومتفاهمين بيناتنا، حتى داخل الجروب عندنا مخولين لجان وهذا بيناتنا، لا غير. إذا احنا القضية قضية انتخابية نقدر نتفق بيناتنا 20 نادي ونرشح اشخاص من عندنا ونفرض شروطنا اللي نريدها بالانتخابات بدون ما نسوي رابطه. نعم. الرابطه ما متعلقه بالانتخابات ابدا. النقطه الثالثه اللي دا يقول صاحبي المعلومه اللي وصلتها خطا، والظاهر ما قال النظام الاساسي صحيح. اخويا سلامته، ليش احنا ما قلنا رئيس الرابطه من الانديه وكل شهر رئيس الرابطه؟ ابدا هذا المفهوم خاطئ. احنا قلنا كالاتي، قلنا الجمعيه العموميه اللي تتكون من 20 نادي اللي هي سلطه تشريعيه، جلسات الجمعيه العموميه كل شهر يجير الجلسة أحد رؤساء الأندية الجمعية العمومية. أما رئيس الرابطة أبدا مستقل
100%. رئيس الرابطه اللي هو رئيس الاداره التنفيذيه راح يصير منتخب ولتنتخب 20 نادي، وعلى شرط ان يكون مستقل 100% وما يخضع لاي نادي هو والمساعدين مالته، وايضا يتعين اثنين اللي هم المدير التنفيذي. طيب انا اسالك عن اللجان داخل الرابطه استاذ وليد اسمح لي. لا لا رجان هو مؤسسه اتهم انه اتهم رئيس الرابطه يقول من الانديه كل شهر رئيس الرابطه، هذا ما يتحمل المنطق. هذا لا لا لحظه لازم اقاطعك هنا، لازم اقاطعك. طيب استاذ وليد خلي اجابه خلي اجابه تفضل تفضل تفضل. رجوك وضحت لي خلي اوصل لك الفكره. فيا اخي العزيز الهيكليه مال الرابطه توضحت لي بطريقه المجال ارجوك استاذ سلام استاذ سلام بس خلي اتفق وياه استاذ سلام استاذ سلام خلي يخلص بس خلي يخلص فكره الاستاذ وليد وبعدين ارجع لك. تفضل استاذ وليد. الهيكلية بالرابطة أن تكون جمعية عمومية من 20 نادي اللي يسمونها الهيئة العامة. نعم. بالمختصر بالأندية أنا طيب. شبيه بيه الجمعية العمومية قلنا جلسات الجمعية العمومية فقط الجلسة من يرأسها يرأسها كل أحد رؤساء الأندية كل شهر. أما الجهة اللي رئيس الرابطة اللي نسميه الإدارة التنفيذية والمسؤولين المعاه بالإدارة التنفيذية وأمين الشرط يكون منتخب ومستقل 100%. نعم. نوعين لهذه النقطة. طيب. وإذا عنده أستاذ سلام مقترح آخر يا ريت بكان ما ينتقدنا زودنا بالمقترح. طيب أستاذ وليد قبل ما أروح لأستاذ سلام قبل ما أروح لأستاذ سلام أنا بدي أسألك ليش الجمعية العمومية من تجتمع هيئة العامة لازم أكو أحد يرأس الجلسة من الأندية؟ ليش ما ترأس هذه الجمعية ترأسها هي نفسها الرابطة يعني إدارة الرابطة رئيس الرابطة حتى يكون محايد في طريقة حتى إخراج القرارات؟ ليش أنتوا يعني جيد إلا رئيس نادي؟ تفضل جيد أجابك. إحنا اليوم الرابطة حتى النظام الأساس هو مسودة، والمسودة تقبل التعديل وتقبل الأفكار الأخرى وننفتح. نعم. على الآخرين. نعم. احنا في وجهة نظرنا يعني اليوم البسيطة اليوم أنا هاي سلطة تنفيذية تختلف عن السلطة التشريعية. يجب أن نكون الفصل بين السلطات. فالسلطة التشريعية الجمعية العمومية ما نلمن من المعقول رئيس السلطة التنفيذية داخل الرابطة يجي يدير جلسات الجمعية العمومية للسلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية الشرع والتنفيذية تنفذ. هو الاتحاد منطقي كبير أستاذ وليد. استاذ وليد هو الاتحاد الجمعيه العموميه الاتحاد كره القدم تدار بهذه الطريقه، يعني من يراس الجمعيه مو تدعو الهيئه او المكتب التنفيذي وهو يدعو الاجتماع الهيئه العامه. اجابك اخوي العزيز. نعم. احنا اليوم هاي فكرتنا قلنا كل جلسه يديرها رئيس نادي في الوقت، بس يجوز من نقعد ونجتمع ننتخب واحد ونعينه لمواصفات تتوفر بيه يكون. نعم. هو يدير الجلسات وانتهى الموضوع. طيب طيب مو هي بدايه بعد هالهجوم القوي والقاسي مجرد احنا عنا على تشكيل رابطه في هاي النظريه في هاي الافكار. ما اعتقد راح مو بس بالرياضه ما اعتقد راح يقدر واحد يسوي شيء يذكر بعد. لا احنا ما ندري نهاجمك احنا مجرد افكار هي احنا نعطيك افكار اخرى ومستعدين هي حوار مستعدين استاذ نور حوار ساخن مستعدين نفتح على اخرين. اكيد استاذ سلامه وغير استاذ سلامه عنده افكار اخرى احنا يا ريت. طيب استاذ سلامه وتليفوناتنا موجوده. طيب يا ريت يزودنا بالمعلومات. نعم لا ضير. تفضل استاذ سلامه انت ريت تتعقب على كلامه في الجزء الاخير بما تحدث به عن الرابطه. تفضل استاذ سلامه. أنا أتمنى من السيد يعني وليد الزيدي وأنا يعني أكرر كل المحبة والاحترام لشخصه وهو يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية على الإطلاق. نعم. يعني أنا أتمنى بأن يعني نأخذ الأمور بهدوء أكثر. أنا لست هنا حاملا سيف كي يعني أو حامل معول كي أهدم ما بنوه أصلا. هو أصلا سيد وليد الزيدي الآن هذا أتمنى إن شاء الله. السلام أرجوك أنا هذا جدا يعني لا تخاوت توجه المشاهد إنه أنا متعصب غير أبدا هذا. لكن هو حوار خلينا نقول حوار. أنا جاي أسمعك أصلاً. خلينا نقول حوار. بس لا مو عصبي. بس فقط حوار. مو عصبي بس المشكلة الاستوديو حار. المشكلة الاستوديو حار العرق ما توصل. لا الاستوديو بغداد. هاي مشكلة. شوية بردوا لنا. راح نقوم عشائرية اللي ما جايب ماي. تفضل استاذ سلام أكون ذكرتك. لا موجود ما يكونش إن شاء الله. يجهزون الشباب. تفضل استاذ سلام. نور انا يعني الان السيد وليد زيدي طرح الان يعني انا حبيت اعقب اولا السيد فراس بحر العلوم تحدث في مقابله مع الزميل داود اسحاق قالها صراحه قال ستكون هنالك يرأس الرابطه. نعم. تحدث في هذه المفرده انا ما طلعتها من جيبي اذا اكو مشكله التعبير بالسيد خان التعبير. نعم. هو مقرر اللجنه. نعم. يتحدث معي يقول له دقيقه شلون استاذ وليد المعلومة اللي طرحها في راسي يجوز مو دقيقة يجوز مو هذا بس هسه أوضح لك أنا الأمور أنا أوضح لك زين يعني ما يخالف هسه. طيب. أنت سيد وليد حتى تشوف أنا وياك أنا وياك هادئ قاطعتني مرتين أنا ما قلت لك براحتك صح؟ آسف
يلا تفضل أساسا، ما يكون فكرتك أساس سلام. نعم، المعلومة اللي طرحها السيد فراس بحر العلوم كانت واضحة، قال كل شخص سيرسل الرابطة لمدة شهر. وأنا كنت في مقابلة في قناة العراقية مع أيضا مع زميل حسين البهادلي، كان موجود السيد محمد الهاشمي، طرحت هاي المعلومة قال كان مجرد مقترح. الآن السيد وليد الزيدي الآن طرح نقطة، قال هي اجتماع الجمعية العمومية، وأنت سألت نيابة عني، أشكرك نور، قلت له يعني أنت ما يصير هو رئيس الرابطة هو يجتمع. أنا قلت لك الآن عندي مسودة هذا الرابطة الدوري السعودي، جاوبه قال لك ممكن أن نتناقش وأن نسمع، أنا هنا نتحدث نعطي الأفكار ونعطي الآراء، أنا لا أريد الرابطة بأن تتشكل بي يعني بي بي بيكون بشكل مستعجل وبالسرعة، وربما أن لا ترى النور لاحقا وربما أن تموت سريعا. طيب، هذا ما أتحدث فيه أنا. طيب، وأنا بالنسبة لي أنا مع الفكرة، فكرة ممتازة جدا أن نبعد اتحاد كرة القدم على موضوع لجنة المسابقات، أن تكون الرابطة أيضا تأتي لي برعاة وتأتي لي وأن تعمل على التسويق، ولكن أنا تحفظي مثلا الآن الأندية التي ستشارك مثلا في صناعة هذه الرابطة، هي هل نجحت مثلا في التسويق؟ هل جلبت الرعاة للأندية؟ هل عملت على الاستثمار؟ لدي الكثير من التحفظ في هذا الجانب. طيب، ولكن إذا نجحوا بالعكس أنا سأكون أول المصفقين لهم، ولكن نحتاج بأن تكون الأساس صحيح. يعني نور أنت لابد أن تعمل لأساس صحيح، عندما أن تنتج فكرة أن تكون فكرة صحيحة وسليمة. طيب، 100% أنا. طيب، حتى شروط طيب الرابطة أستاذ سلام، ممكن أستاذ سلام أن تكون يعني هذه الرابطة أن تكون وفق معايير معروفة للعلن، لأن أنا أعرف ربما سيد وليد الزيدي الآن سيتفق معي، الكثير من أعضاء الأندية العشرين لديهم تحفظ على أن تكون الرابطة محايدة وأن تكون هناك ترشيحات من الأندية، وهذا أيضا خطأ. نحن نتحدث وأنا شخصيا أتبنى هذا الموقف، وربما نور أنت معي، موضوع ازدواجية المناصب لابد أن نتخلص من هذا الموضوع، لابد كل شخص أن يركز في عمله، ليس من المعقول لدينا بعض الأسماء بأنه يتبوأ أكثر من منصبين أو ثلاثة في كل دول العالم. يا نور في كل دول العالم الشخص عندما يستلم منصب لديه ساعات عمل من 8 إلى 10 ساعات باليوم، بعض الإخوان في اتحاد كرة القدم أو باللجان وبالأندية وفي المحافظات ما أعرف وين يداوم. يا أخي ما يصير، لازم أن تركز في عملك. طيب، طيب أستاذ سلام، سبايدرمان، نعم، سوبرمان، وضحت الفكرة. يعني وضحت الفكرة أستاذ سلام، وضحت الفكرة، وضحت الفكرة. قبل ما أروح للأستاذ وليد الزيدي أو العميد وليد الزيدي، خلينا نشوف ماذا قال مهدي الكرخي وما هي رسالته إلى الأندية، وبماذا تحدث أيضا زميلنا أمين شراد مراسل قناتنا كان متواجد وأجرى لقاء مع مهدي الكرخي. خلونا إيش قال مهدي حول الأندية وشنو الاتهامات اللي وجهها للأندية في طوال الفترة الماضية، خلونا نشوف. ماكو احترام للجماهير، بس مو كل الأندية، احنا ما نقول كل الأندية، بس اكو أندية ما تحترم الجمهور. نسبة مشكلة الدوري ما يعني تشتردوا يعني مش متكئين بين ماكو فلوس، لا اكو فلوس، لا شلون طلبه وفى لاعبي، منين جاب الفلوس الطلبه؟ لو شرطه هسه يلعب مصر منين جاب الفلوس شرطه؟ ها لو زراد يوقع هسه لاعبين كذا مبلغ منين راح يجيب لهم فلوس؟ الجويه ذاك يوم الاخ قائد قوه الجويه الجديد طلع لاعبين اكو 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 فلوس قديمه رجال طاهم وفاهم، يعني لا تقولوا لي ماكو فلوس، الدولة تعطي فلوس. الأندية النفطية حاليا نادي النفط المركزي ببغداد والوسط ناسهم مشوا عقودهم ومشوا لاعبينهم، هذا كلمة ماكو فلوس روح سلفوها على غيرنا، احنا جماهير الدوري انتم ممكن يكون تلعبون مقدراتنا، احنا نريد دوري في مستطيل الأخضر في ملعب الشعب، نضغط على اللجنة التطبيعية ونضغط على خلية الأزمة، لعبوا بدون جمهور، لا سمح دوري القطري من نزل والدوري الأردني دي يلعب يعني معقولة؟ يعني شنو ماكو فايس؟ ماكو انترنت؟ ماكو مواقع تنقل؟ أخوان دوري يمشي، ما تدون مشو الدوري يقولون أين هذا النادي يطلع بالتلفزيون يقول أنا ما أردمش، يطلع بالاسم أي رئيس نادي أو عضو يقول يا إحنا ما نلعب دوري، خاطر الناس تعرف الجماهير مالتكم أنتوا شو طموح على العالم؟ إحنا شنو نلعب مثل توم جيري واحد يكون ورا الأخ؟ هسه ذاك يوم انا رحت الاخ عباس عليا وحكيت وياه، رحت لجنه، رحت بنفسي، رحت مهدي المشجع، رحت قال ما حد يراجعنا، الاخ وزير الشباب سمع وراح راجعهم والحمد لله وافقوني يوم 12 بالشهر يمشي الدوري، يعني قال لهم رجعوا النشاط. الاخ انا سمعت اكثر من مره الاخ ابو الصناعات الكهربائيه علي خلف
ده يلعب بدون موافقه يعني يتمرن بدون موافقه خليه الازمه. وانا حضرت مباريات وايد عون، رحت حضرت اللاعبين العراقيين يلعبون خماسي ويلعبون سداسي ويلعبون اخوان. كره القدم العراق يعيش كره قدم، الشعب العراقي يعيش كره. اي واحد يقول اني ما اريد العب دوري يطلع باسمه يقول مثل اسامه مهدي المشجع، ما اريد اشجع خلاص اطلع باسمه يقول يابا انا ما اريد اشجع بطلت. مو لا تظلوا تلعبون توم جيري، كل نادي مهدي اسمه هي ما شو ما صارت بيناتهم. العفو هسه خاف شايه ما خاف يزعلون طلعوها تفضل احكي. صرنا مثل هسه الاخوان الاحزاب اللي عاش على السلطه، واحد سقط بالاخ هذا يقول له هذا ايدي وذاك يقول الظاهر هالشكل الجماعه دي سووا هالشكل. اخوان كره القدم لازم تمشي، يتدخل وزير الشباب، يتدخل اخ راحت حمودي، التطبيعيه، طلعوا احكوا. شكرا للمهدي الكرخي وشكرا ايضا لزميلنا امين شراد مراسل البرنامج. استاذ وليد، يعني اليوم اكو اتهامات انه هناك بعض الانديه، يعني ما اقول نادي القوه الجويه، لكن الكثير والاحاديث داخل الوسط الرياضي تقول انه هناك انديه تسعى لتاجيل الدوري بسبب الاموال وعدم تواجد الاموال ولامور اخرى. ما هو ردكم انتم الان كرابطه وانتم اجتمعتوا وتحدد موعد الدوري؟ والله هذا الموضوع شلون راح ينتهي بالنسبه لتوقيتات الدوري؟ وايضا سؤال الكابتن سلام راح ارجع له لاحقا، تفضل. قبل اول مره جاوبك هذا السؤال بعدين ارجع تعقيب على أوكي. الاخ تفضل السلام. احنا قضيه الدوري يمكن نادي القوه الجويه كنا من المعارضين لالغاء الدوري، لو موجوده رابطه كان ملغ الدوري مثل ما دوريات الجوار كلها ملغت، كان يتاجل الدوري يكمل يبدا الدوري الاخر. ويعتبر هذا الدوري اداه للدوري الجديد. قرار حكومي كان الغاء الدوري. لا ما الغوا، الاتحاد العراقي الغاء، ماكو قرار حكومي ابدا. لا خليه الازمه بناء على طلب خليه الازمه. لا لا ملغ ابدا، ما لغوا الدوري ابدا، ماكو اي طلب من الخليه. المهم احنا مو هذا موضوعنا، موضوعنا احنا بالحق التجمعات طالبين يعني. احنا كنا اي تجمعات وليس يتاجل، كان يتاجل وهيك وقت هسه مثل ما سمحوا بالدوري الجديد كان يكمل الدوري السابق وتبدي الدوري الجديد مثل ما كل العالم سوى. ما لعب استاذ وليد لعب ثلاث مباريات، شلون راح ينتهي الدوري؟ صعب يا اخي. مو احنا سوى مرحله واحده، تسع ادوار بقت تسع ادوار ترى، فقط تسع ادوار. المهم احنا مو هذا موضوعنا، احنا مؤيدين بالعكس. وكنا احنا ضاغطين على التطبيعيه باجراء الدوري، وايدنا يوم 12 ينطلق التمارين اللي هو يوم غد، لكن طالبنا بو كان يصير 25/10 انطلاق الدوري يكون 11 حتى نعطي فتره 50 يوم، لان تعرف التوقف كان طويل ونخاف من الاصابات لا اكثر ولا اقل. طيب ومؤيدين 100% اليوم الدوري. مهم هاي نقطه. النقطه الثانيه احنا ما نرجم بالغيب يا اخي، يعني المهم الفاظ الاخوان قالوا هم مسؤولين. انا وضحت لكم الهيكليه مال الرابطه وما نرجم بالغيب، اكو نظام اساسي هو الفيصل. النظام الاساسي ياكد ماكو ازدواجيه، والجهه التنفيذيه اللي راح تستلم بالرابطه يجب ان تكون مستقلة 100% من رئيس الرابطة اللي هو مدير مدير الإدارة التنفيذية إلى الأمين السر اللي هو المدير العفو التنفيذي أو المدير المالي. هذا النظام يقول. أما هذا شرح هنا وهذا قال هنا وهذا يتوقع أنه ما موجودة استقلالية، لا أساس عمل الرابطة استقلالي. لكن من صارت نقاشات أحد الأندية فقط واحد من الأندية اقترح أن يكون الرئيس من داخل الأندية، ورفضنا كلنا وثبتناها بالنظام الأساسي يجب أن يكون مستقل 100%. وبقية اللجان، أما قضية الرعاة بقية اللجان أستاذ وليد، اللجان تصير مستقلة 100% تعيين تتعين من قبل سلطة الجهة التنفيذية من الصير يجيبهم مستقل 100%. طيب النقطة الثانية تريد توضحها شنو؟ تضارب مصالح. النقطة الثانية تريد توضحها؟ النقطة اللي وضعها احنا كل هذا اللي دار احنا محاسبين بمطلقين للغيان مثل ما يقولون الرعاة والتسويق، لكن هسه الخطوة الأولى احنا خلي نثبت الرابطة، نسجل الرابطة، يصير كيان موجود. وبالنقطة الخطوة الثانية احنا راح نسعى وراح نجيب حتى اختصاص، عندنا طاقات عراقية شابة اختصاص بقضية السلطة إذا كانوا داخل العراق أو خارج العراق. فالخطوة الثانية إن شاء الله يجون، وخطوة خطوة بشي. ومستعدين إحنا إذا أخطأنا، لا مو عيب تخطأ بس عيب إذا ما صلح خطأك. مستعدين أي واحد يمتلك من المعلومة ويمتلك من الخبرة الإدارية ويقدر يساعدنا إحنا مرحب به بالعكس، لأن هي كرة الرابطة مو فقط إنه لجميع الرياضة العراقية، جميع رياضة كرة القدم بالعراق، لكل المهتمين إن شاء الله. طيب استاذ سلام، يعني واذا نتخوف راح نقطع، ما راح نقدر نخطو خطوه للامام.
يخلي نبدي احنا، واذا نخطا صوب الخطا مالتنا تقدونه وصوب الخطا. احنا نصوب من هسه استاذ وليد، نحاول نصوب من هسه بعض الامور. طيب استاذ سلام، هسه احنا استاذ وليد انتقدناكم على ورقه العذر والتواقيع، يعني مره جايه ما راح تكررها. العفو، لا لا العفو نو استاذ نور، ترى هذا مو لك ولا الاستاذ سلام دا احكي لي. نعم. انا دا احكي للمتلقي بصوره عامه. لا لا ما يخالف استاذ وليد. لا مو استاذ وليد تفضل استاذ سلام تفضل. اي حقك احنا اجتماع قلت الان كلمه حلوه، قلت انتقدونا حتى اجابك على الورقه. صح اجابك على الورقه استاذ نور، اجابك على الورقه ان شاء الله ما تكررها. صح اجتماع تعرف ظروف كورونا وظروف اكثر الانديه كانت معطله والنشاط متوقف. ايه. ورؤساء الانديه المحافظات قاعدين ببيوتهم ورؤساء ندعيهم لاجتماع، يمكن لازم نصير بالبدايه. لازم نصير يعني ان شاء الله رايي هذا هي صارت استاذ وليد، هي صارت لكن راح نشوف الاجتماع الثاني ان شاء الله، راح نشوف الاجتماع الثاني ما طول تحددت المسؤوليات. نعم. راح تصير استحضارات اكثر 100% اكيد. احنا نتمنى هاي الامور تهتمون بها اكثر وتهتمون ايضا بالجانب الاعلامي مستقبلا ايضا في طريقه ايصال، يعني حتى هاي كل الامور مهام تترتب بصوره صحيحه. نعم صارت مسؤوليات مبدئيه، صارت طيب. لجان هذا مسؤول عن الاعلام هذا كذا كذا راح يصير. طيب استاذ وليد اهتمام اكثر استاذ وليد، اكو دعوه على عدنان درجال الكابتن مع حفظ الالقاب الكابتن عدنان درجال وتدخله التطبيعيه، وهناك 14 ناديا الواضح انه كان نادي الكرك من عنده مثل ما قال سيد رئيس النادي شرار حيدر. هل نادي القوه الجويه من ضمن ال 14 ناديا اللي كلف نزار احمد انه يكون يترافع عنه ويرفع دعوه لو لا؟ والله حتى اكون صادق وياك اني هاي تناقشت خلال الاجتماع. نعم. الو تسمعني؟ نعم اسمعك اسمعك بوضوح. هاي تناقشت خلال الاجتماع. واحنا نادي القوه الجويه تفاجئنا، احنا ما منطينا اي تخويل ولا مشتكين ولا من هذا القبيل. لان انا هاي الفتره حتى اكون صادق وياك عندنا انتخابات يوم غد. انتخابات نادي القوه الجويه. نادي القوه الجويه نعم. تعرف ان يوم غد، فكنا مهتمين بالانتخابات واستحضارات الانتخابات، فانطرحت بالاجتماع هاي المشكله. احنا تفاجئنا بها كنادي القوه الجويه وما معطينا اي تخويل ولا مقدمين اي شكوى لا ضد عدنان الدجال ولا ضد اي شخصيه رياضيه اخرى. راح تفوز بالانتخابات استاذ وليد؟ والله يعني ما اقول لك راح افوز او راح افوز، والله ما بيها توقعات. انا اليوم عملت في نادي القوه الجويه ولكل مجتهد نصيب وانجازاتنا موجوده. طيب. فالقرار للهيئه العامه اذا يشوفون لدينا القدره فكان بها، واذا يشوفون ما لدينا القدره فالقرار قرارهم. نعم. لكن انا اليوم اعتقد يوم غد راح تفرز هيئه اداريه محترمه تستطيع ان تكمل وتضيف على ما قدموه. طيب. الهيئه الاداريه السابقه، لان قائد القوه الجويه الجديد رياضي جدا ومهتم بوضع نادي القوه الجويه، وخلال ممارسته للعمل اثناء الهيئه المؤقته كان جدا مهتم وجدا الرجل يعني داعم للي استاذ وليد داخلنا. احنا دائما نسمع انه الوزير الاجى رياضي سواء وزير داخليه او وزير دفاع او باقي الانديه المؤسساتيه، لكن بالاخير نصدم باجراءات اداريه عديده. استاذ سلام، يعني ايضا اليوم قانون الانديه الرياضيه برايك الى اي مدى سيغير من النهج العام؟ تعرف انت راح تتحول الى شركات، راح يفتح باب الاستثمار، رجال الاعمال راح يدخلون الانديه، برايك هذا القانون هو اللي سيكون ترتكز عليه الرياضه العراقيه بشكل عام؟ انا قبل لا اجاوبك اريد اسال السيد وليد الزيدي بخصوص انتخابات يوم غد. وايد سالت اليوم تفضل يلا اسال. إيه لا 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 إيه بعد انا صحفي سريعاً مشكلة سريعاً. تستضيف صحفي يقوم يسال هو هاي المشكله. تفضل يلا تفضل. هو اعتقد هل وجود يعني ترشيح السيد قائد القوى الجويه يعد قانونيا؟ لان كونه لم تمر عليه سنه حسب قانون 18 سنه 86 المعدل بقانون 37-88. نعم. صح. تفضل استاذ وليد اذا سمعت السؤال جاوب. والله حقيقه استاذ سلام انت ما اعتقد ان عندك معلومه جيده وكامله ان القائد القوى الجويه اساسا عضو هيئه عامه منتسب من زمان وكان مفتش في قياده القوى الجويه وما جانا من خارج يعني اطار الهيئه العامه. يعني هل دفع الانتساب قبل سنه؟ أكيد. واثنين نعم واثنين راح اقول لك شغله، موجوده لجنه انتخابات موجوده استقلوا لجنه فحص الملفات وهي اللي تقول هذا كلمتها الفصل. انا مرشح مثل ما قائد القوه مرشح والقرار مو لي اليوم، اذا راح اقول بالايجاب او بالسلب باتجاه قائد القوه الجويه راح انا اكون عنصر غير محايد وراح تعتبر دعايه انتخابيه لي. نعم. طيب استاذ سلام انا بس فقط حبيت اسال يعني هو فقط سال هو كان يسال فقط سال. طيب استاذ سلام قانون الانديه استاذ سلام تفضل. اذا تريد نحول الحلقه الى قانون اشرح لك قانون 18 من الاليف الى ما لحق باقينا 30 ثانيه استاذ وليد ما اريد تشرح حلقه ثانيه اجمعكم وان شاء الله نشرح هاي الامور. اما القانون الجديد البارحه ناقشنا التعديلات، اذا التعديلات اخذوا بيه
فصدقني افضل قانون مر بتاريخ العراق المعاصر. هذا ما نتمناه. اذا القانون سلام. استثناء سلام. الختام معك. بدون استثناء لأن سلام. حسب ما قرأت مسودة القانون الجديد بدون استثناء للشهادة يعني على غرار قانون 86. لا البارحة صار تعديلات هواي، صارت تعديلات هواي على القانون البارحة. نتمنى هذا تعديلات كثيرة صارت. اعطي النور معلومة حصرية، شنو التعديلات؟ شنو التعديلات صدق؟ يلا اعطينا تعديلات كثيرة بما يخص القانون الجديد، بما يخص الاستثمار. يلا سريعا. بما يخص الاستثمار، بما يخص تمليك الأراضي، بما يخص تحويلها إلى شركات، بما يخص يعطون حيز كبير للأندية تتحرك بأراضيها وتتحكم فيها حتى تجيب استثمارات وأموال للأندية. يعني إذا أخذوا بالتعديلات إذا أخذوا بالتعديلات فقانون سر محترم. أنا عندي الشهادة موجودة، الشهادة موجودة، الشهادة موجودة. الرئيس والنائب بكالوريوس. كابتن وليد، كابتن وليد عندي خبر، يعني خبر عاجل الآن. الكابتن ناظم شاكر طاكم عمره إلى رحمة الله. الكابتن ناظم شاكر انتقل قبل قليل إلى رحمة الله بسبب مضاعفات فيروس كورونا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا الخبر الآن وصلني. قبل قليل كان معي عديلة وتحدثنا وقال أكو شوية تحسن نسبي، لكن قدر الله وما شاء فعل. كلمتك استاذ وليد قبل الختام. كلمتك استاذ وليد. انا لله وانا اليه راجعون، الى رحمه الله اسكن الله فسيح جناته. نعزي لا حول ولا قوه سلام الوسط الرياضي. نعم. ونعزي جمهور نادي القوه الجويه، ونعزي انفسنا. لا حول ولا قوه الا بالله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه. لا حول. سلام وياك الكلام. سلام. يعني هاي هي صدمة جديدة يعني نتلقاها في هذه السنة المشؤومة. يعني ها هو الكابتن ناظم شاكر الآن نودعه بعد أن ودعنا أحمد راضي وعلي هادي. نعم. يعني لا يسعني إلا أقول يعني الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يتغمد روحه الطاهرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا، ليس أهله فقط أو محبين. يعني ناظم شاكر يعني واحد من عمالقة الكرة العراقية، رمز من رموز الكرة العراقية. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا الكرام، الوقت لا يسمح. وفاة الكابتن ناظم شاكر بعد مضاعفات فيروس كورونا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا نجما آخر، فقدنا عزيزا آخر، فقدنا أحد أعمدة الكرة العراقية الكابتن ناظم شاكر، اللي هو كان يوما ما أخ وزميل وأب لي كل الرياضيين الموجودين وحتى الإعلاميين. لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألتقيكم في حلقة مقبلة في أمان الله.